مساء الفل. مساء الفل يا حبيبي. ميرسي ان انت انضميت لينا. ربنا يعزك يا رب. انت صاحب بقى عم باهي من فين؟ انا شغلي جنبه هنا وتملي بسمعه بيعزف بالعود ودايما بيمتعنا كده بدندنته الجميله. انت صداقتك ليه موسيقيه. بالظبط. وهو على المستوى الشخصي بره عن الفن يعني شخصيه جميله جدا. عم باهي رائع. اه بامانه والله. انت اسمك ايه؟ اسمي ابراهيم مسعود. اهلا يا ابراهيم. عاشت الاسامي. ربنا يعزك. انت صعيدي برضو زي عم باهي؟ لا انا الاصل من شمال سيناء والنشأة هنا في القاهرة يعني. الله ده احنا كده مسكنا الجمهورية من أولها لآخرها. هو عمك باهي من الأقصر وأنا من دمياط وأنت من شمال سيناء. ربنا يخليك. حلو جدا. طب أنت بتحب تغني مع عم باهي؟ أه طبعا. تعرفوا تغنوا إيه مع بعض؟ حاجة قديمة مش تمام عشان هو ليه في الأوبرا والحاجات دي يعني صوته ما شاء الله حلو. طب يلا سمعوني حاجة على ذوقكم. الحلوة والمرة؟ إن شاء الله. ماشي حلوة. هتغنوا إيه؟ الحلوة والمرة. ماشي جميل. الحلوة والمرة مش كنا متعهدين تنسى بالمرة دي تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين الحلوة والله احنا لينا الجنه ان احنا قاعدين نفن ونغني كده وكل عمار يا مصر ماشي جنبينا. طيب عم باهي انت لما بتخلص شغلك ليك حته كده بتقعد فيها بتقعد ليك سطح ليك سكن حته تقعد بقى تغني فيها كده وتفكر فيها؟ انا بعد ما اخلص شغلي بطلع معايا السكن فوق على السطح واقفل الباب واطلع على السطح. يعني ممكن اخدك حضرتك مثلا نروح نشرب شاي فوق. يا ريت نروح نشرب شاي فوق. يا ريت عشان الضوضاء ده اعرف اتكلم معاك احسن. بس يا ابراهيم قوي 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 قوي.